you hot. Yeah, come on. السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أشوار ويونس. فيديو جديد، وهذا الفيديو اللي غادي يكون عبارة عن تحدي، والتحدي غيكون فريد من النوع ديالو. غنلعبو أنا وأشوار التحدي، غيكون غنديرو وجمال هي بلاصة ديال فين غنديرو الطحين، وغنلعبو لعبة ديال السبح كلشي تيعرفها، واللي خسر طق الطحين. وخليكم معايا وغادي تشوفوا الفيديو، ما تخليو ما بس مشيو فيه، بغا يقول راه الفات الناس مشيو فيه وقالوا بحالي ديما انا اللي سافر الهضره، هو دابا اللي فات. المهم كنتمنوا يعجبكم الفيديو، ما تنساوش اللايك ولا استمتعتوا بالفيديو، وكيف ما ديما الناس اللي جداد الى عجبكم محتوى القناه ما تنساوش تابعونا، دير الضغط على جير زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش ديما يبقى يجيكم الجديد. ودابا محتاجينكم دعمونا بزاف طبيعي، وخليكم دابا مع الفيديو، كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. يلا درنا الطحين، يلا على بركه الله ينطلق العداد. هانتوما خوتي الطحين مديش بزاف زعما يبقى يطيح النار فيا ما يجمعاتش. خص خبيت تاع بركه بركه يوسف، خبيت تاع الدين بركه من الدقيق. هاو ها 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 ها. شوف واحد الملاحظه راه كنت لاحظتها في القناه ديالي بالخصوص، راه كلشي كيجي من جيس اسواق، وحيت كنشوف بزاف البنات كثارين على الدراري في القناه ديالنا، والدراري وفيقوا معنا صاحبي وشجعوني شويه الله يرحم الوالدين. دراري تصفون، دراري المغاربه، يلا نبداو على بركه الله. يلا سيمون واحد بزاف عرفتي كي جيتي ناري ماما غولو سيمون شد 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 الخف راسك. شوفي شوفي بالكاميرا زين بومبا فوالا جي ازين زين لا تخنقت عين ديرك غنتي رقبتي التحدي ديالي يلا لعب زين بومبا زين يلا لا كنت هكاك يا بنت عرفتي كيف الناس يا شوف لكم هذا النهار شوف معايا فيك الجنيه ديال انا غير فرج لكم هذا النهار فين نخلعوكم زين بومبا زين بومبا زين بومبا وش حالنا غير واحد؟ راه حنا 4 ولا واحد؟ جوج مرات درت هكا انا 4
راه على خمسه راه كاينه مفاجاه واحده اخرى صافي زين بوم بح زين بوم بح اه لا رجعت كنت زين بوم بح اوه مفاجاه خوت واش تلاقي خصافينا كاينه بيضه ايوا طحينا شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال راه راه وداي نسحبتها بزاف راه مهرقه هيا يا صاحبي قبل تحت يا هو واحد والو والو شوف شوف غير هبط البيزيتو والو عفاك غير بتحي المهم انا دابا بغيت ننتقم من يونس هادشي اللي دار فيه شو كي رجعت شوي كنخلع دابا غنخلي حتى يغسل وجهه وغنمشي نكب عليه الطحين وننتقم شر الانتقام يلا ما تقاسلكش الجو ولا كاين شعرك خاصك تغسلو انا دابا انتقمت ديريرا عمرتي لي وجهي في الطحين والبيض حسبت لي غير ياك راه الصاد خشي راسك في الروبيني وغسلو عاود خوتي وصلنا لنهايه الفيديو نتمنى يعجبكم ونكونوا خفافين على قلبكم واخا تكونوا شبعتوا خصوصا انا هذاك الجنيه زومبي ضحكت عليها بالمبري شفتي راسك وما رضاتش وجات عندي خلاتني تا غسلت وجهي وقالت كتقبل عليا ها هي عندي قبل شنو لازم وما خوتي نتمنى يعجبكم الفيديو الناس اللي جداد يديروا لنا سبسكرايب ويدخلوا القناه يديروا تفعيل الجرس باش يوصلوا كل جديد وكنتمنوا تدعمونا اكثر ان شاء الله واللي عنده شي فكره باش نصوروها مثلا يحطها في التعليق لتحت وحنا نطبقوا نصوروها ان شاء الله تحياتي باي باي كنبغيكم بزاف So, 미개만